معايا على الهاتف الاستاذ الدكتور ايمن حموده، مدير عام الاداره العامه لمكافحه الافات. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. كل عام وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. لما يجي عندي اصابات بسوسه النخيل الحمراء في عدد من المحافظات على مستوى الجمهوريه، حضراتكم ايه الاجراء اللي المفروض المزارع يتخذه؟ يبلغ مين او يعمل ايه علشان تتواصلوا معاه؟ حضرتك احنا عندنا في كل مديريه اداره اسمها الاداره العامه لمكافحه الافات، بينبثق منها اداره مكافحه الافات البستانيه. ايوه. والناس دي حضرت دورات تدريبيه في محافظات مصر تقريبا بالكامل، وفي منهم اللي حضر معانا في الحمله القوميه اللي مسكها الدكتور محمد كمال. ايوه. بصراحه يعني عامل مجهود يشكر عليه في محافظات انتاج النخيل في الوادي الجديد وفي الوادي الجديد البحريه. فالناس بصراحه متشوقه لانها بتسعى دكتور محمد كتير، فعندهم خلفيه جامده جدا بكيفيه التعامل مع الاصابه بسوسه النخيل الحمراء. ايوه. احنا كوزاره بننظم كل فتره كده دوره تدريبيه في محافظات المعنيه بانتاج النخيل، بنعرف الناس ازاي يتعاملوا مع الاصابه وازاي يكتشفوا الاصابه مبكرا وازاي العمليات البستانيه اللي بتتم على النخل علشان تتقي شر الاصابه بسوسه النخيل. تمام. فاليومين دول ان شاء الله احنا في بصدد توفير بعض المبيدات المخصصه لسوسه النخيل من ميزانيه الدوله. المبيدات دي بتيجي كل سنه في نفس التوقيت تقريبا، بتخرج منها مركبات بنص الثمن وفي مركبات بتطلع بكامل الثمن حسب القرار الوزاري الملزم بذلك. ايوه. انا اللي يهمني اكتر من الثمن موجوده فين ومتوفره، والجمعيات الزراعيه ليها دور ان هي تبقى متعاونه مع حضراتكم، لان هي برضو في اماكن بتبقى بعيده عن الاداره الزراعيه، فلو لقاها في الجمعيه هياخدها. يعني الدور اللي المفروض نقوم بيه كلنا مع بعض، الجمعيات ليها دور؟ الاداره الزراعيه هي اللي بتوفر المبيد ولا في مديريه الزراعه؟ المديريات الزراعيه بتخاطبني باحتياجاتها من المركبات اللازمه لمكافحه السوسه، وانا بناء عليه بخصص المتاح لدي وبيتوزع على مراكز المحافظات في المديريات. ايوه. وبيتوفر في الجمعيات الزراعيه، والمزارع اللي بيشتكي من الاصابه بيروح ياخده من المديريه الزراعيه. اذا كان للعلاج فبيتباع بثمن الكامل، بنص الثمن. اذا كان للعلاج الوقائي فبيتباع بكامل الثمن. يعني المبيدات بتاعت السوسه موجوده في الجمعيات الزراعيه، وما على المزارع بس ان هو يروح يقول لهم انا عايز المركب بتاع السوسه. ايوه. هيديهوله. ولكن المشكله في النهارده في المزارع يا استاذ الفاضل. المزارع النهارده لا يهتم بالعمليات البستانيه، ولا يهتم بفحص النخيل بتاعه، ولا يهتم بالتوجيهات اللي المزارع بيقولها. يعني عشان كده بقول لحضرتك ان في يعني لازم يبقى في زي انتفاضه كده لمكافحه السوسه، وبناء عليه الانتفاضه دي الدكتور محمد كمال تقدم بمشروع الحمله القوميه طبعا لمكافحه سوسه النخيل الحمراء، مجهود يشكر عليه، وقدم حاجات جدا مفيده قوي يعني صراحه، يعني في منتهى الروعه. انا شفتها في الوادي الجديد وفي الواحات البحريه، جهد يشكر عليه الدكتور محمد. ويا ريت المزارع من خلال البرنامج اللي حضرتك فيه دلوقتي توصي، قول لهم اتبعوا النموذج اللي عمله الدكتور محمد كمال في الواحات وفي الوادي الجديد. هتكلم عن النموذج ده، لكن انا برضو علينا دور كبير جدا. يعني انا في عدد من المزارعين النهارده كلموني، هم بيشتكوا، فهندي لحضرتك ارقامهم، عايزين نتواصل معاهم. يا هم بيقولوا ما حدش بيسال عننا، وقالوا كده على الهوا، فاحنا عايزين لجنه تنزل تبص على الارض دي، تشوف ايه الغلط اللي هم واقعين فيه. المعاملات البستانيه اللي حضرتك اكدت عليها دي نمره واحد على فكره، يعني الوقايه خير من العلاج. انا ما استناش لما يحصل عندي الاصابه وبعد كده اقول ما حدش بيسال عني. انت النهارده بتشتغل ومسؤول عن ارض زراعيه وراجل فلاح وعندك وعي. انا بقول لك كدوله وكوزاره زراعه في مشكله خطيره، كل الدول اللي عندها نخيل عاجزه امامها، مش هنقدر نقول ان في دوله قدرت تتخلص من سوسه النخيل الحمراء. المفروض ان احنا يبقى عندنا وعي اكتر، والمفروض ان انا لما كمزارع اطلب الخدمه الاقيها، ففي ناس طلبت الخدمه، هدي لحضرتك ارقام تليفوناتهم علشان نتواصل معاهم. بشكر حضرتك. حضرتك اتفضل. ممكن من خلال البرنامج بتاع حضرتك النهارده ايوه برضه تحث المزارعين على ان هم يحطوا ايدهم في ايدين الوزاره، لان الوزاره النهارده بعد اذنك يا سيدي الفاضل دورها توعوي ارشادي. ايوه. يعني هو الدكتور محمد كمال لما عمل الحمله دي في الوادي الجديد وفي الواحات، هو كانت المزارعين طلبت منه ان هو يعمل الحمله دي؟ لا ما طلبتش، لكن هو الدكتور محمد هو اللي تبرع، والناس كانت بتيجي تحضر وحضرنا فعلا الدورات دي، يبقى الناس هنا عندها حب ان هي تعرف. صح. فاللي بيشتكي ده معلش، اللي بيشتكي من حضرتك هو ما حبش يتواصل. احنا هنتواصل بقى معاه دلوقتي، مش انتوا المفروض حضرتك بيبقى في فحص دوري لبعض المناطق؟ انا عندي لجان دوريه بتطلع على طول. يبقى انا عندي اماكن هبلغ بيها حضرتك النهارده عشان نشوف مشكلتهم فين، ونقول على الهواء ونقول ان احنا حصل فعلا الفحص
وادينا لهم التوصيات الواحد اتنين تلاتة، ولما ما ينفذش التوصيات دي يبقى هو فعلا عنده خلل ولازم يعيد حساباته مره تانية ولازم أيوة. يراجع نفسه، لان هو المشروع ده مشروع استثماري بالنسبه له، اكل عيشه، فالمفروض يخلي باله ويكون اكتر واحد حريص. فانا بشكرك وهندي لحضرتك الارقام وهنرجع نتابع مره تانية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الدكتور ايمن حموده مدير عام الاداره العامه لمكافحه الافات.